اخويا انا خدني شو الناس هم يشو الناس شو مشكلة هذا هو ها مرحبا بكم متابعينا الأوفياء. بطبيعة الحال ربما اليوم الكل يحتفل بعيد الحب، عيد الحب، فهناك حب الله، حب الوالدين، وحب الرسول صلى الله عليه وسلم، وأيضا حب الزوجة وحب الأخ لأخيه. وبطبيعة الحال هناك إقبال كبير على شراء الورد احتفاء بهذه المناسبة التي يحتفل بها كل يعني المعمور. ومعنا عبد العزيز شليح، واحد من أشهر يعني بائعي الورد هنا بالمارشي ديال انزكان. بطبيعة الحال سي عبد العزيز، السلام عليكم. التي تفضل، خليك هكاك. يعني السلام عليكم. على ربما اليوم يعني الناس كيحتفلوا بعيد الحب، هضرنا على هذه المناسبة وكيفاش داير. عيد الحب كاين تكون في نهار واحد، ومناسبة عيد المرأة اللي كيكون مرة في العام تيكون حتى هو غير نهار واحد في العام. يعني كيفاش الناس نفسوس يعني كيحتفلوا بعيد الحب، وكيفاش باش كاين اقبال يعني على الورد ولا لا؟ شويه الحمد لله. على كل حال ما بقاش هذيك المقارنه مع الماضي. يعني كانت واحد اللحظه يعني الماضي كانوا الناس شويه ما كيحتفلوش بهذه المناسبات هذه، يعني كيديو شي حوايج هكا مثلا، كانوا شي تذاكر هكا، تذكره ديال الكاربوستال، شي حاجه ديال شي ديال الشميعات وكذا. كانت واحد الوقت ما كانوش كيديوها في الاهتمام بخاطره بسيطه هي هي الورد، ولكن بحكم دابا التكنولوجيا اللي تطورت دابا، وهذا الشعبيه تبارك الله اللي طلعت دابا، وعي هاد الناس ديال تحت شويه هاد الثقافه ديال عصرنا، وكاين شي شويه الحمد لله كيجيو الناس دابا كيزعموا كيديروا دوريضات وهذا الشيء لي بوكي ديال لي بوكس، هاد البطاط يعني هاد القلوبه وهذا الشيء، كاين واحد شويه ديال التحسن الحمد لله. بالنسبه لنا لينا تونس راه كانت دائما هي من الاوائل ديال المدن المغربيه بالنسبه للتاريخ، ولا المجال ديال الورد اللي كانت اكادير، كانت كازا وطبعا مراكش المدن الكبرى، يعني كانت دائما تفتح على الورد. وعاد كيجيو مورا هذيك المدن الاخرى كتاخذ ديك الفكره ديال الورد. المدن دابا مثلا ديال الشمال كاينه تطوان، بقات شي شويه حتى هي، وطنجه حتى هي اصلا كانت فعلا، ولكن دابا الحمد لله كاينه المدن اللي كتبع ديك المدن الكبرى اللي كانت معروفه بالورود. ربما حتى الورد يعني كيرمز للحب، يعني طبعا الورد هو من احسن ما يمكن نقولوا مثلا في العلاقات اللي كتربط ما بين الاشخاص، مثلا الزوجات او الاحباء، مثلا نقولوا كاين واحد يعني كاين واحد ارتباط يعني وجداني ارتباط روحي، ارتباط يعني كاين واحد التقارب وكيقرب المسافه بالحب. رسول الحب، والورد هو رسول الحب. الورد بالنسبه لك شنو هو؟ رسول الحب هو
هو اللي كيعطي الرساله للاحباء اللي كيعطيوهم، لان الانسان غادي يدور دار بين انه كيحب الاخ ديالو ولا ذاك الاخت ديالو، يعني الحب راه فيه بزاف د الانواع، ماشي غير انه كيحب الحبيبه فقط، انما الحب كاين حب الام، الحب الاب، الحب الام، يعني كاين عيد الام حتى هو راه كيحب امه كيدي ليها ورده، كاين عيد الام حتى هو راه كيجي في 31 شهر أظن على شهر 5 واقيلا، من بعد كيتبع عيد المرأة، عيد المرأة كاين سميها مرأة وسميها مرأة باش كاين داك 8 مارس، ومن بعد كيجي داك العيد ديال الأم، عيد الأم راه كاين عاوتاني، وكاين عيد الأب، ولكن عيد الأب مازال ما تنشرش الحمد لله، راه كاين عيد الأب، كاين في أوروبا كيديروا، ولكن هنا باقي ما وصلوش. وبالنسبة يعني للأثمنة ديال الورد، يعني واش أثمنة كيدايرة الأثمنة؟ جد مناسب، حنا الثمن دابا حاليا هاي كنحيد بحال كتسخروا، بينما الفيرمات كيزيدوا علينا بزاف، صحابين كنا دابا الوردة راه كنبيعوها حنا ب 10 دراهم، وكنبيعوها مثلا بديك الثمن، ولكن هما راه كيستافدوا أكثر منا هنايا، هما راه كيبيعوها لينا حنا ب 6 دراهم، مثلا راه وصلت دابا اليوم 6 دراهم، حنا غنبيعوها ب 10 دراهم، سي كفو راه بزاف، لأن هما راه هما اللي كيستافدوا بزاف، ماشي حنايا الصراحة. بينما بمناسبات اخرى الصيف راه كيكون الورد شويه طايح، يعني الناس كيتسحب لهم في الصيف راه تيكون غادي، بالعكس الايام ديال الصيف كيكون المسائل ديال العراسات والمناسبات كيكون الورد طايح شي شويه، كيكون شي شويه الصراحه فيه شي شويه النعاش، اما هاد الايام هادي ما كاينش النعاش صراحه، يعني كنتسخروا اليوم وصافي، راه كنمشيو دابا حنا كنحطوا 5000 درهم 6000 درهم غير اللاعب في الفيرما، غير كنعطيوها لهم وكنجيبوا الورد، كنبقاو نبيعوا الناس هنا دابا ديك 6 درهم الورده حتى حنا 7 درهم 8 درهم، يعني عندنا ديك الجدران في الورده ولا بحال كنسخروا صافي. ولكن يعني في هذا السان فالونتان يعني كيتمشى بزاف. السان فالونتان انا قلت لك راه ما كاينش شي يبيع شراء الا الوردات، كيدوا الناس غير ورده ورده، بوكيات كنبيعهم غير ب 40 درهم، ماشي شي ثمن مزيان زعما شي حاجه، كنبيعو ب 40 كنبيعو ب 50، الانسان اللي ما عندوش حتى هو كيقول لك 30 هي اللي عندي، كنقول له بسم الله توكل على الله ما كاينش مشكل. يعني انتم كتنشروا الحب. رسول الحمد لله حنا بقينا غير نوصلوا الفكره للناس باش يعني باش يجمعوا على، ولكن الحمد لله الحمد لله راه كاين. إلا قلت لك يعني الحب بالنسبة لك يعني الحب هو كل شيء، حب الطبيعة، حب الله سبحانه وتعالى، حب القرآن ديالو، يعني الإنسان خصو يكون عنده حب شي شوية تما في الدين ديالو، الحب في أنواع أنا قلت لك، ولكن الحب دائما كيبقى عندنا جا ديال الحب راه هو الإنسان باش يعيش، باش الإنسان كيتوسط، باش كيتوجد في الدنيا وفي هذا الزمان، أنه خصو يعرف كيحب خوه، يحب خوه، يحب اي حاجه كيكون كيحبها، يكون باش كيعطيه داك الشيء القلب ديالو، كيكون يعني عنده واحد الطبع مصفي العلاقه ديال الانسان، هذا هو المفهوميه ديال الحب راه باينه بزاف ديال الناس، انا ما نقولش كنعرفوا اكثر من الشعراء اكثر من المهم اللي يهضروا على الحب واللي داروا يعني قصائد عن الحب. يعني الحب بين الماضي واليوم، يعني كنشوفوا ربما هذه العلاقات ديال دابا، يعني علاقات ديال كوكو تمينوت. كوكو تمينوت يعني كاينه واحد التطاحن والتشاحن فيها زعما يعني انها دغيا كتسالي، يعني ما بقاش ربما يعني ذاك يعني الحب الصادق. الزواج هو كل شيء، الانسان يكون الزواج كيبغي مرته من بعد الزواج، راه الحب الحب ديك الساعات ممكن يكسبوا مع ولادو. يعني ممكن يكسبوا بداك الوقت هذا صراحة، أما كيكون الحب مثلا كيكون طاب ما بين شخص مثلا في هذا الوقت هذا كيكون شي شوية، ماشي زعما شي حاجة، كيكون شوية ديال بحكم أن الوقت اللي كيفرض هذا الشيء، أن الوقت ماشي سهل. يعني ربما تطور التكنولوجي يعني دمرت العلاقات الإنسانية. طبعا هي دمرت بزاف، ما بقاش داك الشيء سهل بالنسبة لي، الواحد كي انا قلت لك يعني يشوف راسه انه راه الا بغى الى انسان من بعد الى انه عرف كيفاش يكسب الحب راه يكسب من بعد مع اولاده، مع اولاده، مع مرته، ويحاول ما امكن هالتكنولوجيا حتى هي شي شويه يبعد منا شي شويه، كل ما بعد منا راه مزيان بالنسبه لهذا الشيء. دابا التفتح الخارجي واحد الطابع راه كيكون فيه شي حاجه من الاخبار مضلله، كتكون شي حاجه ماشي هي هذيك وهذيك، داكشي اللي كيتباع داكشي هو ماشي هو هذاك، كاين المساحه المغلوطه وكيمشي فيها هذاك الاتجاه. اشنو تقول المغاربه بهذه المناسبه ديال عيد الحب؟ عيد الحب كنقول لهم دائما، كنقول لهم واش مبروك هي ولا واش مبروك، ان شاء الله كل عام وانتم بخير وعلى خير، الله يدخل علينا ان شاء الله العام
هذا رمضان حب يدخل علينا بالصحة والخير، وإن شاء الله الله يعطينا شرح باب من عنده، شي شرح باب من عنده هي اللي كنتمناو. والله غير بدي الحمد لله راه مزيان، والحمد لله راه متفتحين وعارفين واعيين تبارك الله عليهم وعلى نصيحة الله. الله ينصر سيدنا تاهو، الله يرحم الأمة ديالو ويرحم الشعب ديالو ويطولنا في العمر ديالو وعاش مالي. شكرا لك. شكرا.